one, two, three, jump. Woo! كيف؟ They look like you. عندي أخت صغيرة. هلا بدنا ننزل نبلش بالتحديات. Okay. في قلت الفيديو أنا مخططة لأكثر من إشي. بس هدول أكثر من إشي رح يكون في بينهم خيارين. يا إنه رح نعمل إشي غالي وفخم أو رح نعمل إشي توفير وعد الجيب. هلا رح نبلش بأول إشي اللي هو سبا. يا إنه رح نعمل سبا داي بالبيت أعملها سبا هيك سريع سريع. أو رح أعملها سبا داي أوت دور بمحل فخم. يا رب تختار اللي بالبيت. أوكي لولو جاهزة؟ And one two. اختاري. لولو احسنتي يا عمري رح نعمل سبا بالبيت. شوفي سبا برا بدك سبا برا؟ لا يا عمري شكل لعبة سوري. طيب يا لولو جهزي حالك هلا رح اعمل لك احلى سبا احلى من الفنادق. نامي يا لولو. طبعا احنا عم نستخدم من برودكتس بنفيت. لولو ايش بتضحك عفك انا كثير بروفيشنال. ماسك الديب ريتريت رح نحط لها اياها على داير الوجه بعدين رح نستخدم لها السبيدي سموث. الديب ريتشيت ماسك بضله 30 دقيقة بعدين بنغسل وهذا الماسك اللي هو السبيدي سموث بضله تقريبا 5 دقائق بعدين بتقدر تشيله فرح نحط لها هذا على أنفها. يلا انبسطي احلى من 100 سبا. ليلي لسه ما استخدم برودكتس بنفيت الجديد. نعتذر منك ست لولو. ليلي لسه ما استخدم برودكتس بنفيت الجديد لولو سمعت انك انت كثير بتحبي السلايم كثير كثير. طيب هلا رح نشوف اذا رح نلعب سلايم بالبيت او بمحل خصوصي للسلايم كثير كبير. سلايم نخربطهم. اختاري هذا اللي شو هالقوه تنشر. انا ما بعرف ايش اللي رح يطلع. الف مبروك يا لولو رح نلعب سلايم بمحل كبير. مزبطي اه يا ساتر. أنا جبت يونيكورن بس أنا جبت بدر وعادي أنا جبت يونيكورن أحلى ماشية بنت حلال. رح يمشوا مع الميتة يا عمري أنتي تحكي لي ماشية بنت الحلال. هاي يونيكورن. صراحة مبسوط إنه ما لعبنا سلايم بالبيت. أكيد أكيد ما كان رح يطلع هيك. صعب بالبيت صعب. طيب من زمان نفسي أعمل دول فيديوهات. هل رح يزبط؟ حبيت كمان بيك بوبل. وأنا وأنا بس مش حلوة البيك بوبل. لولو شو رأيك بالسلايم؟ الحمد لله. Did you have fun؟ هلا